الحرب على غزة، غارات جديدة صباح اليوم على رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث يتكدس نحو 1,300,000 نازع فروا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر وسط تلويح إسرائيلي بشأن هجوم بري على المدينة القريبة من الحدود مع مصر، فيما حذرت الولايات المتحدة من وقوع كارثة إذا ما شنت إسرائيل هجوما عسكريا على رفح. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدونت باتل إن تنفيذ عملية مماثلة الآن دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة نزح إليها 1,000,000 شخص سيكون كارثة، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. كما ذكر باتل بأن معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس شدد على أنه من غير الممكن استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي قطع العديد من المانحين التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية بأنها مخترقة من قبل حماس. وقد حذرت الوكالة من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم. كيف تبدو الأوضاع الإنسانية إذن في رفح؟ نستمع إلى هشام هني المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة. للأسف نشهد تطور لأسوأ في الوضع الإنساني بشكل عام في قطاع غزة، وخاصة في محافظة رفح جنوب القطاع التي يتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون نازح ونازحة، وهي تشكل فقط 20% من المساحة الكلية لقطاع غزة. هذا العدد الكبير من السكان يعيشون في ظروف إنسانية بائسة، منفصلين عن أي وصول لخدمات المياه والصرف الصحي والمياه الصالح للاستخدام الآدمي، بعيدين تماما عن خدمات الرعاية الصحية. هناك معاناة يومية في الحصول على الغذاء بسبب عدم توفره بالكميات المناسبة، وإذا تم توفيره فهو متوفر بأسعار جنونية. ونتيجة للتكدس وانعدام المساحة الشخصية للأسف تفشت العديد من الأمراض في أوساط النازحين هناك الذين يعيشون في خيام أو أشبه خيام، كالتهاب الكبد الوبائي A، الإنفلونزا، الجدري وغيرها من الأمراض المعدية. لا زال الوضع الأمني في شمال القطاع أيضا من سيء إلى أسوأ. التعداد السكاني هناك قرابة 300,000 إلى 400,000 نسمة لا يصلهم الدعم الإنساني، بعيدين تماما عن أي نظام رعاية صحية. إذا ما استمرت الأعمال العدائية وإذا ما خرجت المستشفيات القليلة المتبقية في محافظة خان يونس على وجه التحديد عن الخدمة، للأسف سوف ينهار القطاع الصحي في غزة بأكملها، وذلك سوف يترجم إلى فقدان العديد من الأرواح، الآلاف الذين كان من الإمكان إنقاذهم.